تحامل المتظاهرين للمنطقة الخضراء للمرة الثانية عقد المشهد السياسي، لا سيما بعد وقوع قتلى وجرحى من المتظاهرين واستخدام القوات الأمنية الرصاص الحي في تفريقهم، فيما يرى مراقبون أن العملية السياسية تنحدر أكثر نحو المجهول. إطلاق نار وغاز مسيل للدموع وجرحى سقطوا في المنطقة الخضراء بعد اقتحامها للمرة الثانية في تطور خطير وصلت إليه التظاهرات المطالبة بالإصلاحات والداعية لحكومة تكنوقراط أوصل الوضع إلى مرحلة الصدام المباشر، واقتحام مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي جعل الوضع يزداد سوءا. انظروا على حكومة المافيات، حكومة الإجرامية سوت اليوم مجموعة من المتظاهرين السلميين طبوا إلى هنا، شايلين أعلام عراقية فقط، كل شيء ما عندهم، ضربوهم بقنابل صوتية، ضربوهم مسيل للدموع. من السلمية هاي رماني رمانة مطاطية ورموا وضربوا واستشهدوا من المتظاهرين. تصعيد خطير بين القوات الأمنية والمتظاهرين، خصوصا وأن العناصر المكلفة بحماية المنطقة الخضراء استخدمت الرصاص الحي، والسبب يكمن وراء ذلك حماية مؤسسات الدولة كما تؤكد الأخيرة، في حين ما تزال الجهات التي تقف وراء التظاهرات تعمل على ترتيب أوراقها مرة أخرى من أجل الوصول إلى نقطة لقاء ينهي هذه الخلافات لصالحها. هذه الإطلاقات التي تقومون بها، أين الديمقراطية؟ أين الديمقراطية يا أخنا العبادي؟ هذه الديمقراطية؟ الضابط الحر والشريف ما يضرب شعب العراق، يدافع ويا الشعب العراقي، مو يصير وياهم ذول الظلام السرقة القتلة. في غمرة الأحداث المتصاعدة وعلى خلفية اقتحام الخضراء، أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي بيانا تحدث عن وجود مندسين بين المتظاهرين، في حين رد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ببيان يتهم الحكومة باستخدام العنف ضد أبنائها. وبحسب متابعين فإن اقتحام المنطقة الخضراء للمرة الثانية قد أثر على إمكانية عقد جلسة برلمانية في المدى القريب. لقناة الفلوجة فراس الدليمي، بغداد. وللحديث أكثر عن الأوضاع في العاصمة بغداد أمنيا وسياسيا نربط الاتصال بفراس الدليمي مراسل قناة الفلوجة في بغداد. أهلا بك فراس، بداية لو نتحدث عن الأجواء الأمنية في هذا الصباح على الأقل في العاصمة بغداد. نعم، ما زال الوضع الأمني في العاصمة بغداد ومناطق حزام بغداد متذبذب. هناك أيضا بعض الانفجارات التي تحصل بين. يبدو أنه فقدنا الاتصال مع مراسل قناة الفلوجة فراس الدليمي، عموما سنحاول التواصل معه في وقت لاحق للوقوف على الأوضاع الأمنية والسياسية في العاصمة بغداد.